طيب بنجي للسيارة الثالثة اللي تم تشينها اللي هي نيرو، فئة جديدة عندهم هجين، جاية أصغر من سبورتاج، يعني أقرب مالك كروسوفر، كروسوفر بحجم صغير، في حساسات أمامية، أنوار جاية على شكل عدسات، وهذه المواصفات. حجم الماكينة 1006 أربعة سلندر، طبعاً قوة الأحصنة 105 والجنط 18، وهذه باقي المواصفات. ثبتوا الشاشة وشوفوها، شاشة مقاسة 7 إنش. طبعاً الفئات هذه صراحة ما أدري عن أسعار متى تجي، ما أدري متى، ما قالوا شيء للحين لأنها توه جديدة. هذا الجنط جايك مكحل، بصمة يا عيني، هذا جاي باللون الابيض، اوتو للسواق والراكب، زر تحكم بالنوافذ، قفل مركزي، كرسي كهرب، مراتب جلد باللون الرمادي، فتحه، هذا حق البطاريه بس ما ادري ايش سالفته بالضبط، زر فاصل منع انزلاق، شوف الطبلون شلون جاي. طبعا ما يقدر اشغله، لكن ان شاء الله اذا جيت الرياض اشغله لكم. ثبت سرعه، ازرار تحكم بالدركسون، هنا جاي باللون الابيض، شاشه تحكم بالمكيف، وهذا الجير، الجير اغلب سيارات الهجين تصير سيفتي اكيد. وهذا الصف الثاني، واسعه والله ورا، طبعا جاي على شكل هاتشباك. الحين اصور لكم، شوف مخارج المكيف صغيرات شوي، هذا الطبلون من ورا، تكاية بالنص وفتحة، هاتش باك. هذه الشنطة، وهنا الخلفية جو واضح ان هذا اسطبات الاي دي هايبريد. الشنطة واضح انها شنطة كهرباء لانها مفصولة البطارية فما فتحت معي. وبس سلامتكم يا غالين، راح انزل لكم التقطع على شكل اجزاء ان شاء الله باذن الله. في امان الله وبحفظ الكريم.